انهض لا تخشى ابدا وتقدم كيف تشاء واجعل لترابك عهدا وتصدى للاعداء. انهض لا تخشى ابدا وتقدم كيف تشاء واجعل لترابك عهدا وتصدى للاعداء. فحروفك تصنع مجدا وطريق الصمت شقاء. سقطت بلدانك غدرا والتحقت بالشهداء وسيول بدأت تجري بدماء بدل الماء. ما بالك لا تلقي بالا من عصر النكبة اخرج فرصاصك فيه فداء. واجه اعداءك وامضي في الزحف مع الشرفاء وتحدى ظلم العالم وتقدم كيف تشاء. بناء على طلب الجمهور في قلقيلية ونكاية في حماس محمد دحلان الى المنصة. اشعر بالفخر والاعتزاز لهذا الوفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا على ارض قلقيلية. لن اقول ولن اطيل ولن اضيف على ما قالته ابنة فتح العزيزة دينا. فجئنا اليكم اليوم وجئت مع اخواني وزملائي لنرسل رسالة واحدة ان عهدنا لكم الا يتكرر ما حدث في غزة. عهدنا لابناء قلقيلية وكل الضفة الغربية الا يمر والا نتخلى عن ابناء الاجهزة الامنية مثلما تم التخلي عنها في غزة. هذه الرسالة اليوم هي رسالة المستقبل للحفاظ على الضفة الغربية وحدة واحدة تحت مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، وأن هذه الوحدة والتضامن والتعاضد هو طريقنا للعودة إلى غزة. لن أطيل ولن أشرح ما يتم هناك، ولكنني أستكفي بما سيقوله الأخ نبيل عمر ممثلا للرئيس أبو مازن، وشكرا جزيلا.